هذا البرنامج برعاية أهلا بحضراتكم. كنا دايما بنسمع عن النانو تكنولوجي وده مصطلح براق جدا، وسمعنا قد ايه النانو تكنولوجي ممكن يتداخل في العديد من المجالات ويحدث طفرة كبيرة بيها في مستويات الإنتاج ومستويات الجودة وغيرها من المستويات الأخرى. يا ترى وصلت تطبيقات النانو تكنولوجي لغاية فين في مصر؟ عملنا ايه لغاية دلوقتي في استخدام هذا العلم النانو تكنولوجي في تطوير حياتنا وتحسينها الى الافضل في كل المجالات؟ خلينا نطل اطلالة على النانو تكنولوجي وعلى تطبيقاته المتعددة في مصر بلدنا، وكمان نشوف هذه التطبيقات في مجال الزراعة، لانه ايضا له تطبيقات هامة جدا على مستوى تحسين خواص التربة وعلى مستوى حسن استهلاك المياه وتوفيرها وغيرها من الاشياء الاخرى. معانا النهارده الحديث عن هذا الموضوع دكتور طاهر صلاح الدين، مدير مركز بحوث النانو تكنولوجي بالجامعة البريطانية. أهلا بحضرتك. أهلا دكتور طاهر. يعني إلى أين وصلت تطبيقات النانو تكنولوجي في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة اللي يمكن النانو تكنولوجي المرة دي اختلف علم جديد، اختلف تطوره في مصر عن أي علم آخر. نسبة يعني تحول الأبحاث العمل في مجال النانو تكنولوجي تقترب من 90-80%، يعني مصر كلها بتشتغل نانو تكنولوجي، جميع الجامعات بتشتغل نانو تكنولوجي، الرسائل العلميه اللي بتسجل جديده، الطالب اللي داخل يسجل دكتوراه او ماجستير بيشتغل نانو تكنولوجي. الاهم من كده، لاول مره بقى عندنا بعض المنتجات نانو تكنولوجي. يعني في فتره احنا سامعين عن النانو تكنولوجي مثلا في مصر من 10 سنين صحيح. بدانا الكلام ده. العلم لو قارنتي ده النانو تكنولوجي بالعلوم الاخرى زي علوم الكمبيوتر، زي علوم الطاقه النوويه، اي العلوم اللي فاتت دي كلها مصر ما لحقتش منها حقيقه حاجه كتير. ما كانش فيه الكميه الزخم العلمي الموجود في الجامعات. في مجال الكمبيوتر كان كام واحد بيعمل ابحاث فيه؟ كان كام واحد بيعمل ابحاث في الطاقه النوويه؟ كان كام واحد بيعمل في ابحاث الفضاء؟ النانو تكنولوجي كله بيشتغل نانو تكنولوجي. قصدي حضرتك ان هذه العلوم يمكن كنا بنستورد تطبيقاتها جاهزه، لكن في النانو تكنولوجي فيها كان قليل. لكن النانو تكنولوجي فيه اهتمام بيه على مستوى البحث العلمي والتطبيق. قد اكون يعني لحد معلوماتي لا يوجد رساله الا وفيها كلمه نانو. ده معناها ان الجيل اللي طالع، الباحثين اللي انت هتشوفيهم بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، معاهم دكتوراه وماجستير بتوع نانو تكنولوجي. هل ده على مستوى الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه ولا على مستوى الجامعات الخاصه ده المراكز البحثيه؟ الجامعات الحكوميه، الجامعات الخاصه. اكبر عدد نشر في الدول العربيه، مش في يمكن في الميدل ايست الله اعلم، بس في الدول العربيه مصر رقم واحد ابحاث. كميه ابحاث كلها نانو تكنولوجي، نانو تكنولوجي، وده شيء مبشر حقيقه. الزراعه بيشتغل نانو تكنولوجي، الطب بيشتغل نانو تكنولوجي، الصناعه بيشتغل نانو تكنولوجي، الهندسه بيشتغل نانو تكنولوجي. ده معناه ايه؟ ان بقى عندنا الارضيه اللي هي البنيه التحتيه من الطلبه من المعيدين، بقى في جامعات. يعني احنا في الـ الاول مره، برضو امر مهم قوي، البحث العلمي بيصرف ومكلف جدا. الاول مره احد الجامعات الخاصه تتبنى انها تعمل مركز نانو تكنولوجي في الجامعه البريطانيه، عاملين مركز في السنه الاولى بتكلفه حوالي 200 مليون جنيه مصري. ده في العاصمه الاداريه الجديده، ده هيكون مقره في العاصمه الاداريه الجديده ان شاء الله. مركز بحثي، البحث العلمي بيصرف فلوس مش بيجيب فلوس في مراحله الاولى. فلما تلاقي حد برايفت سيكتور يدعم ويستثمر فلوسه في البحث العلمي، ده مختلف حقيقه. ونظره لاول مره تتحط، لان ممكن اعمل جامعه خاصه حقيقه واجيب الفلوس من الطلبه والكلام ده. انما اخد المصاريف دي واحطها تصرف بحث علمي، ده شيء يعني فوق طاقات القطاع الخاص. ومع ذلك بدا ده. لما تبقى بنشوف بعض الجامعات بتتبنى الجانب البحثي، يعني بقى عندنا مكلف جامعه جداً. النيل وجامعه زويل، حاجات كده يعني جامعه بريطانيه. وده مهم. دي جامعات اهليه. فجامعات اهليه بتصرف من يعني غير القطاع الخاص. يمكن صحيح. الجامعات الخاصه دي التجربه الاولى دي هتخلي كل الجامعات الخاصه تشتغل تحذو حذو. عارفه لما يعمل جزء من المصاريف او من الدخل بتاعه يقول هصرفه على البحث العلمي، بقى عندنا قطاع يشارك في تنميه البحث العلمي في مصر. ما كانش الحمل على الدولة فقط، الدولة بتصرف على جامعات ومراكز بحثية عدد الناس فيها كبير جدا جدا، فما كناش المردود ما كانش بتلاقيه كتير.
انما لما يشارك كمان القطاع الخاص بهذا الامر ويستثمر في بحث علمي ده شيء كويس. الحاجه الثانيه القطاع الخاص فيه ميزه اذا دخل في البحث العلمي ونحن نريد ده حقيقه، وانه القوانين بتاعته فليكسبل، يعني احنا سهل قوي يتخذ مجلس اداره قرار بانشاء كذا بتحويل كذا بعمل كذا يعني، انما في الحكومه الامر صعب، ممكن يبقى صعب شويه. ويمكن ده الامل انه يبدا، مش هنقدر احنا نغير قوانين قوي كتير. طب ما القطاع الخاص له قوانينه وبيشتغل بهذا الشكل. تبني فكره النانو تكنولوجي وهو علم يعتبر في بداياته حقيقه، مصر فيها قاعده علميه من النانو تكنولوجي حقيقه تحصد عليها، يمكن البناء عليها بقى في تطبيق صناعي وانتاجي. وده الميزه بقى القطاع الخاص هو في صناعي، يعني هو اقرب للصناعه عن الحكومي. فاصبح هو عنده بحث وهو بيطور الصناعه، هو بيشتري الصناعه دي من بره. طب ما هو عنده ويجيبها بالشكل ده. في منظومه جديده قوي معموله في 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 الفكر اللي احنا بنعمله في 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 الجامعه دي. احنا عايزين الطالب يجي يعمل ماجستير ويعمل دكتوراه، ما يطلعش يعمل مظاهرة علشان عايز يتوظف. الماجستير والدكتوراه ده معناه انه بيحل مشكلة، لما يحل مشكلة معناه انه يطلع منتج، معناه انه ممكن يبيعه. احنا بنقول له خد ماجستير ودكتوراه واعمل شركتك، اعمل الشركة بتاعتك شركة علشان خاطر تبيع المنتج، ده انت راجل هتبقى راجل كبير يعني نساعدك. الماجستير والدكتوراه لها جوانب تطبيقية لها علاقة بالسوق ومتطلباته، فبالتالي ما تركنش في كل الدول تقدمت عشان خاطر ان البحث العلمي بقى ليه منتج تطبيقي. اللبس اللي احنا بنلبسه، الطيارات، العربيات، ما هي دي ابحاث علميه. احنا ليه العلم عندنا بيجي يقف عند ان هو ياخد رساله ويعلقها في البيت والناس تسقف له مشكور ويقعد يتكلم يقول لك انا عملت في كذا وحليت مشكله كذا. انت ممكن ساعات بتعملي لقاءات كتير في حاجات زي كده، بتحسي في اللقاء ان المشاكل كلها اتحلت، امال ايه احنا لما نطلع بره الاستوديو مش هي دي مش موجود ليه؟ يعني دي مشكله. اللي بنحاول نعملها في الجامعه البريطانيه حقيقه النقله تكون سريعه. يبقى الربط الطالب بيحل مشكله، رساله مش عشان خاطر ياخد شهاده. دي مبدئيا. الحاجه الثانيه لا، انت دور على مشكله حلها باحدث تقنيه زي النانو تكنولوجي، وهنشوف التطبيقات حاجه مش في مصر بس، احنا بنحاول ننقل تكنولوجي من بره. ندخل في التطبيقات بقى في مجالات كتيره، وهنبدا بالمجال الزراعي طبعا تحيزا لقناتنا وهي قناه زراعيه بالاساس. ايه الجديد اللي ممكن نستغل فيه النانو تكنولوجي في مجال الزراعه؟ شوف يا فندم، دلوقتي الفكر الجديد في البحث العلمي عموما اصبح ليه لازم يكون ليه مردود اقتصادي، مردود يرتد على المجتمع، ولذلك هيبقى البحث العلمي في مجتمع مختلف عن الاخر حسب المشاكل اللي بيواجهها المجتمع. يعني مثلا احنا عندنا في الزراعه مصر بتعاني، ايه المشاكل اللي بتعانيها الزراعه المصريه؟ لو بصينا كده هنلاقي عندنا مشاكل في المبيدات. مصر ما بتصنعش مبيدات، يعني دي مبدئيا، فكلها مستورده. الاهم من كده المبيدات دي اسمها مبيد قاتل اصلا، يعني هو ماده قاتله، فماده سامه. فيبقى لازم بنبص للنانو تكنولوجي ممكن تدخل في المجال ده، هل ممكن نطلع مركب؟ حتى دلوقتي ما بيسموهوش مبيد سعادتك، بيسموه مكافح. يعني احنا مش هدفنا ان احنا نقتل الحشره في حد ذاتها، هدفنا نحمي المحصول. يعني وده يحافظ على النظام البيئي. النانو تكنولوجي احنا يعني في اكتر من 5 مشاريع شغالين عليهم بمجموعه من الطلبه، شغالين على بعض المنتجات اللي هي مش سامه بالبيئه، صديقه للبيئه. يعني على سبيل المثال الرمل ده فيه سيليكون. السيليكون ده ممكن لو حد كل شويه رمل ما يموتش، انما لو شرب شويه دي دي تي ولا شويه مبيد هيموت في دقيقتين حقيقه. الرمل ده بعض الاشكال منه في حجم النانو بيبقى ليه مضاد للحشرات، مضاد لبعض الفطريات. يبقى اصبح انت بتستعملي ماده مش سامه بس بتبقى على الحشره نفسها او على الافه نفسها ممكن قاتله او سامه. احدث موضه طالعه في المبيدات دي يعني حاجه تحس ان هي ايه، خيال علمي. الحشره يا فندم بتشوف عدد الفاكهه مثلا، فالعين بتاعتها مختلفه عن العينين بتاعتنا، يعني احنا مش بتشوف بنفس الشكل ده، فبتشوف بموجات. فهو بعض المواد بتترش على الفاكهه بتخلي الحشره يحصل عندها حول. الحول معناها ان هي تبقى شايفه الفاكهه هنا وهي اصلا هنا، تيجي تاكلها ما تلاقيش، تيجي تاكلها ما تلاقيش. ده ماده مش سامه، دي ماده صديقه للبيئه، انت كل همك تحمي النبات نفسه.
أصبح وجود على المدى المبيدات، ودي مشكلة ومشكلة عظيمة جدا، كمية الاستثمارات في المبيدات في مصر ملايين الملايين، وقد إيه ضررها، وقد إيه شوفي الناس الأمراض اللي بتيجي منها، وغصب عن الفلاح لازم يرشها وإلا مش هيلاقي منتج. طب إيه رأيك لو النانو تكنولوجيا جابت له مواد صديقة للبيئة زي بقى إيه؟ الرمل اللي اتفقنا عليه، سيليكون بقى بس مش رمل، زي الفحم، بعض أشكال الفحم في النانو بيعمل اللي هو الحول عند الحشرات ويخليها ما تشوفش الحاجة نفسها. دي على مدى مبيدات هيطلع لنا جيل جديد. احنا في مصر الميزة والحمد لله شغالين في ده، يعني دي أول مرة يبقى عندنا طلبة شغالين في المنتج اللي هو هنسمع عليه بعد 10 سنين في أمريكا. يبقى على الأقل عندنا ده. مشكلة أخرى زي الأسمدة. الأسمدة ودي مؤرقة، الفلاح لازم يحط أسمدة. بس الأسمدة فيها مشكلتين، أنت بتحط كمية أسمدة كتيرة لتسميد الأرض، بتروح فين بعد كده؟ النبات بيستفيد من 5-10% منها، بتبوظ الأرض، فأصبح عندنا منتج زراعي صعب تصديره. بنلاقي فيه لما ياخدوا المنتجات يحللوها يلاقي فيها مبيدات، يلاقي فيها أسمدة. طب إحنا يعني مش خايفين على شعوبنا؟ هم بيخايفين، الناس اللي بتستورد مننا يبدأ يقول لك لا منتجك مش منافس مش قوي، فبيبدأ إحنا بنحاول نقلل كمية استخدام الأسمدة برضو بالنانو تكنولوجيا وعشان نحسن خواص التربة، لأن برضو التربة بتعاني من التربة ما عندكيش كترة المية أو الأسمدة أو غيره. من فضل ربنا إن هو يمكن تأخر شوية استصلاح الصحراء شوية، وإلا كنا لوثناها بالمبيدات وما عندناش الأنظمة. إحنا عندنا أرض في مصر 90% منها أرض لسه ستيل خصبة، أرض فيرجن، يعني أرض لم تمس. يعني يوم ما الوادي ده يتلوث بالمبيدات، لا احنا عندنا اراضي تانية ممكن، والمليون ونص فدان ده احد المشاريع اللي نتمنى ما يدخلهاش التلوث بالتكنولوجيات اللي هي السابقه. وكان لينا طلب حقيقه ان يبقى على الاقل يبقى فيه نعمل يبقى فيه منطقه بيسموها الجرين اجريكلتشر او الزراعه النظيفه او الزراعه الخضراء، بحيث ان ما يبقاش فيها مواد تستخدم من المبيدات. السياسه دي لو مشيت او الفكره دي لو انتشرت 5000 فدان بعد كده اكتر، المنتج هيبقى نرجع مصر دولة زراعية في المقام الأول، ودولة بتقوم عليها يعني عدد استثمارات عدد صناعة بتقوم على الزراعة علاوة على أنها أمن غذائي. أمن الناس ما كلتش هتحصل مشكلة كبيرة. أمريكا مهتمية بالزراعة، الدول تخيلي لما روسيا في التلج اللي فيها ده وهي بتصدر القمح، يعني الناس كلها مهتمية بالحاجة اللي احنا بدأنا ما نهتمش بيها. طب ده اللي هيدفعني للتساؤل، ليه الدول المتقدمة دي وهي أكيد أكثر تقدما مننا في مجال النانو تكنولوجي لم تستغل هذه التقنيات في أشياء مفيدة وأبحاث ممكن تسبقنا فيها؟ هل هم ما سبقوناش؟ لا سبقنا فعلا فيها. سبقنا فعلا فيها. طب أقول لحضرتك على حاجة، شوفي الأكل، هاتي أكل من هناك أو فاكهة أو غيره وقرنيها بالفاكهة بتاعتك. يبقى هو أكيد بيستعمل تقنية تانية غير اللي أنت بتستعمليها. يعني معلش يعني هي دي المهم قوي. شوفي الصحه بتاع الناس عامله ازاي هناك وانت صحتك هنا عامله ازاي، كميه نسبه الامراض نسبه كذا، لان هو اكله هو الكفاءه الانتاجيه بتاع اكله وسلامه الغذاء بتاعه هو بينتجه بشروط، يبقى اكيد هو وصل بابحاثه، يبقى هو ابحاثه خدمته. ما بتصلناش احنا دي مشكله. يعني القصد هل احنا بنبني في مجال النانو تكنولوجي من الزيرو بمعارفنا ولا بنبني على خبره سبقنا اليها اخرين؟ ما نقدرش نبني للاسف بمعارفنا، لان احنا ليس لدينا يعني المعرفه الكامله. وما فيش دوله في العالم تبني بمعرفه. صحيح. بدليل كان زمان الدول بتتجسس على المعلومات وتتجسس على المعرفه، ما فيش حد بيبني المعرفه. احنا بنبدا من حيث انتهى الاخرين. يعني احنا حسب يعني على سبيل المثال منتج سماد عملناه وسماد الفوسفات، احنا لقينا الصين بتطلعه وبتقول يعني الفدان في مصر الفوسفات بياخد حوالي 300 كيلو، هم عملوا نانو فوسفات بياخد حوالي 6 كيلو. بدأنا نشتغل. اقول لحضرتك على حاجه، اللي احنا المنطق اللي احنا ماشيين بيه، احنا خلق ربنا كلنا زي الصين زي مصري زي العقل واحد، احنا بس عايزين نحاول وما نيأسش. مره واثنين وثلاثه عملنا هذا المنتج بنفس المواصفات، وبدأنا نقلل حتى بدل ما هم بيعملوه في 6 كيلو بدأنا نشتغل على 2 كيلو للفدان. كميتها يا فندم بقى قد ايه؟ ال 300 كيلو بيتكلفوا حوالي 600 جنيه 1000 جنيه للفدان، ده بيتكلف حوالي 50-60 جنيه. فأصبحت التكنولوجيا مش الناس برضه رابطه بين التكنولوجيا يعني غاليه. بالظبط ده اللي عايزين نوضحه، انه تطبيقات النانو تكنولوجي يعني مش غاليه اطلاقا، لكن هل الانفاق على البحث العلمي فيها يعني ممكن تعويضه بعد كده بيع منتجات؟ الانفاق بتاع البحث العلمي سبب انه طبعا
الدول بتنفق وممكن يبقى نسبه العائد من البحث العلمي لا تتعدى عن 10%، احنا في مصر بتتعدى 1%، يعني قليله كميه حقيقه. انا ما عنديش المقاييس او الرقم حقيقه يعني، بس لازم يبقى موجه صح. انت عارفه هقول لحضرتك على حاجه، ممكن واحد بمثل صغير، واحد يكون موظف بياخد 2000 جنيه وعايش وبيربي ولاده والكلام ده وبيصرف برضه كهرباء وغيره، واحد بياخد 100,000 جنيه وبره بيعمل نفس الحاجات. انت ممكن هي دي التوجيه وحسب الامكانات. انا مثلا دوله ممكن عندي امكانياتي لسه محدوده، فيبقى البحث العلمي لازم يبقى تارجتد قوي، لازم يبقى موجه قوي، ولازم معلش يبقى فيه رقيب عليه. يعني ما ينفعش ادي مشروع وكل اللي بستفيده او اللي باخده عليه ادي 2 مليون 3 مليون ان الباحث يبعت لي تقرير ان هو عمل المشروع. طب فين النتيجه؟ بما اني على مدى 5 سنين عاوز الناتج يكون منتج برودكت يعني ملموس. لان هو وهو بيكتب المشروع بيقول ان انا هعمل وهعمل 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 حاجات كتير جدا، بيتوافق له على المشروع، ياخد سنه اتنين ياخد الفلوس تخلص اكتر ما يقول ان انا عملت. طب فين في الاخر؟ امال احنا مش حاسين بيه ليه؟ رجل الصناعه مش حاسس بيه ليه؟ رجل الصناعه بيطلع بره عشان يجيب منتج ويبيعه وهكذا. طب ما احنا عايزين ده. النقله اللي بنحاول نعمل موديل حقيقه. الموديل ده ان ناخد مشكله نطورها نطلع بيها منتج نطلع بيها شركه، الشركه دي فيها شباب مصريين يشتغلوا، لا وبدل ما يبقى واخد ماجستير او دكتوراه وعمل مظاهر عشان يتعين. ده ارقى واحد في المجتمع انت جبته وعلمته واديته اعلى شهاده ومش لاقي شغل. هيعمل مجموعه بحثيه هي نوال لشركه خاصه ينتج الكلام ده في الصين في كوريا. احنا المثال ده في كوريا الجنوبيه. اساتذه الجامعات بعد ما يطلعوا منتج كويس يا فندم يعمل الجروب ويعمل شركه ويبقى راجل معاه فلوس. معاه فلوس معناها ان في اقتصاد، في مشاريع جديده دخلت، في منتج جديد دخل. تعرف يا سعادتك احدث شيء احنا شغالين فيه في مصر، احنا زي ما بقول لحضرتك بنفكر في مشكله ونشوف العالم بيبص فيها ازاي ونبدا من حيث انتهى الاخرين ونحاول نطور المنتج. عندنا مشكله في الفراوله، مصر بتزرع فراوله وممكن تبقى من احد الدول الرائده في زراعه الفراوله. مكلفه شويه، بيترش فيه غاز سام جدا اسمه غاز بروميد الميثايل. الغاز ده اتمنع دوليا، ما زال منتج في مصر وما زال بيباع في مصر وبيتم تهريبه في مصر. الغاز ده ممكن يكون سبب احد الاسباب اللي هتخلي الدول ما تاخدش منه الفراوله، لان هم منعوه دوليا بالامم المتحده ومصر لسه بتزرع بيه. الفلاح غصب عنه بيزرع بيه لانه عنده افات، الفراوله حساسه جدا للتربه والافات اللي فيها، فلازم يعقم التربه بيها، ما عندوش طريق اخر. احنا حبينا نفكر طب ايه البديل؟ الغاز بيتكلف الفدان من 30 ل 40 الف جنيه، تخيل 30 ل 40 الف جنيه على كاهل الفلاح، علت سعر الفراوله، تعبت الفلاح قد ايه؟ وممكن يحصل له مشكله يبقى يتخرب بيته بمعنى ببساطه. ثانيا انت ما بقتش عارف تصدر لان عندك متبقيات من الحاجات دي. فبدانا نشتغل في مركب جديد للنانو تكنولوجي من مستخلصات 90% منها طبيعي، ونبدا نعمل احلال لتاني سنه، يمكن النتائج ان شاء الله تكون مبشره، تاني سنه مبشره حقيقه. بس برضه لازم نشتغل علمي صح، مش مجرد نتيجه طلعت منا نطلع نعمل ضجه ومصر اكتشفت ومصر، لا، لان احنا لازم بنتبع الاسلوب العلمي والتقييم العلمي علشان اي مشكله يطلع نقول والله المنتج ده مقارنه بده 50% 100% 60%. لازم يبقى عندنا الامانه العلميه عشان وبعد كده يا ستي نطور المنتج السنه الجايه يبقى 70 80% يبقى 100%، بس منتج مصري. فحضرتك بتقول ان في انجاز على مستوى يعني البحث العلمي الخاص بالاسمده والبحث العلمي الخاص بالمبيدات، الاحلال والتبديل بمواد غير سميه بالنسبه للانسان. طيب بالنسبه للميه، ومصر عندها مشكله حقيقيه في الميه، عندنا شح مائي يعني، فازاي ممكن نانو تكنولوجي يحسن من خواص الميه، يقلل من استهلاكنا؟ دخل فيها بمجالين. رائده هذا الامر ماليزيا حقيقه. ماليزيا بتنتج اول محطات معالجه ميه مش محتاجه طاقه كتير، مش محتاجه كميات كبيره. احنا بنعمل ايه؟ الميه دي فيها ثلاث منتجات. المنتج الاول، تخيل ناخد ميه المجاري كميه كبيره جدا لو احنا عايزين نعالجها. ميه المجاري دي فيها حاجات ثقيله، دي بتترسب في طرق بالنانو، في بعض المواد ويمكن موجوده حقيقه الناس تبص عليها على الانترنت، في بعض المواد بترسب الاحواض بدل ما كانت ترسب في 24 ساعه ترسب في 10 دقائق. ده معناه ان هو يعدل يسرع معدل الانتاجيه شويه منها. يبقى مواد رسوبيه، في مواد بيسموها
يعني اللي هي المنظفات ديترجنت يعني المنظفات الحاجات اللي هي ممكن تكون مواد كيماويه وفي مواد اخرى بكتيريا وميكروبات. في طريقتين بقى بيستعملوها دلوقتي وغير مكلفه. طريقه بيسموها ان المواد العناصر الثقيله اللي هي الخطيره بتمتص على بعض المواد النانومتريه. احد المواد دي احنا اشتغلنا عليها مركب اسمه هيدروكس اباتايت. الاباتايت ده كالسيوم كربونات. الكالسيوم ده احنا بناخده، ستات الحوامل بتاخد كالسيوم، ده احد السورس يعني مش ماده سامه، دي رقم واحد. فكل الفكره انه في مرشحات بتتعمل من نانو دلوقتي، المرشحات دي بتعدي عليها الميه تاخد العناصر السامه الثقيله. بيتبقى لنا المواد اللي هي بيسموها العضويه بكتيريا. دي بتشتغل عن طريق الحمد لله الشمس عندنا كويسه قوي. تفاعلات ضوئيه مع الشمس بيسموها الفوتوكاتاليتيك رياكشن او الرياكشنات الضوئيه او التفاعلات الضوئيه وتكسر المواد البكتيريه. احنا حاليا بنعمل مع مركز ابحاث شغال في هذا الامر، بنعمل يعني اتفاقيه معاه، بنحاول نشوف هم واصلين لايه وننقله بسرعه او نعمل التعاون ونعمل اول محطه بنسميها، حتى احنا مسميناها كده محطه معالجه مياه للصرف متنقله. يعني عايزين نعملها انت عارفه ايه؟ عارفه تريلا كده مثلا عليها المحطه تدخل الميه وتنزل، لان انا عايز الحاجات دي تروح لاراضي عايزه تروح لتحليل مشكله سريعه. لو قدرنا نعمل المحطه الصغيره بطاقه انتاجيه حتى لو محدوده يبقى عندنا السر، يبقى سهل قوي اكبر واعمل. وده مشروع حقيقه في الغالب بنسعى مع الاكاديميه انها تمول هذا الامر، نعمل بيسموها بورتبل يعني سويج ووتر تريتمنت. والرئيس نفسه مهتم شخصيا يعني على اعلى مستوى بحكايه اعاده تدوير الميه واستخدامها اكثر من مره. الدول كلها يا فندم بتعامل ده. ما فيش حد الميه احنا عندنا كميه ميه في يعني محتاجه معالجه، وعلى فكره مش محتاجه معالجه كبيره قوي. دي نقطه مهمه قوي. لان انت عارفه هقول لحضرتك على حاجه، في الزراعه العضويه، الزراعه العضويه كانوا بياخدوا السباق العضوي اللي هي رواس البهايم والكلام ده كله، صح كده؟ دي انضف زراعه. طب هو مخلفات المجاري ما هي معظمها بالشكل ده، يعني الناس كانت بتقول ايه؟ هو انت هنسقي الزراعه هي المشكله مش في المخلفات العضويه، المشكله في لو في الديترجنت اللي هي الصابون والاريال والحاجات دي بتحط فيها دي فيها مواد سامه. احنا محتاجين نشيل ده. انما الماده العضويه، الماده العضويه مفيده في للارض في حد ذاتها لو اتشالت منها الحاجات السامة. وحتى لو زرع بيها انواع معينه من المحاصيل مش شرط كل المحاصيل الماكوله يعني. قوي مش لازم. طب ايه رايك نخلي ماده النيل الحاجات الماكوله؟ واحنا عندنا ده، احنا لو عملنا الصحراء عملناها غابات اخشاب، الخشب دلوقتي بكام؟ في دول اقتصادها قايم على الغابات الاخشاب بتاعتها. نعمل زراعه، ده في زراعه ورود هولندا تجاره الورد فيها عامله ازاي؟ يعني نقصد في زراعات اخرى مش لازم تتزرع بالميه دي يا سيدي لو هي دي المشكله، نعمل لها معالجتها. والمعالجات بالنانو تكنولوجي مش غاليه، مش شغاله مش محتاجه طاقه، مش محتاجه مصاريف كتير. الكلام ده علشان احنا برضو بنقول احنا مش وحدينا في مصر، احنا زي الناس برضو. بدانا نقول في ماليزيا فيه ايه؟ نتعاون معاهم، اللي هيدينا التكنولوجي نقدر نتعاون معاه ونشترك ويبقى في انفاق على البحث العلمي بشكل يطلع لنا يحل مشكله. ما ينفعش بحث علمي وفي الاخر بيعمل ايه؟ يعني انا خلينا نكون صراحه، لازم يكون في مردود طبعا سنه يعني اثنين ثلاثه، لانه بيكلف مليارات الجنيهات. يعني ممكن ابحاث تتكلف كتير جدا. الميزه يا فندم احنا سعينا والحمد لله لقينا استجابه كبيره جدا من الرئيس ومن الوزراء حقيقه في ان احنا ندخل النانو تكنولوجي في الاستراتيجيه التنميه 2030. في الزراعه المصريه اصبح فيه بند كامل، باب للنانو تكنولوجي والتطبيقات. معنى الاستراتيجيات دي الدستور اللي بنشتغل عليه. معنى ان القياده السياسيه تقتنع بان هذا العلم وهذا النوع من الابتكار لابد من تدعيمه، ده شيء يعتبر يعني في امل. ولذلك بنقول الفتره الجايه لاول مره هيبقى فيه بالشباب الموجودين بالعلماء مصري الموجودين نحاول نساعدهم يحولوا منتجاتهم او ابحاثهم الى منتج ملموس. بنشجعه على الاقل نربطه مع رجل اعمال، نربطه مع رجل احنا مالناش يعني شغالين في الساينس مالهمش في البيزنس قوي. طب ايه رايك نربطه مع واحد يحل؟ ده لازم يتعمل والا المجتمع مش هينهار. طب هنجيب الحكومه هتصرف على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ طب ما الناس دي تشتغل. ولو هو اصبح عن منتج في حد ذاته حرام يكون واحد متخرج من كليه ومش عارف يشتغل فين.
يعني اذا كنت حضرتك بتكلمني عن استراتيجيه الزراعه 2030، فجزء لا يتجزا منها هو اقتحام الصحراء واستصلاح الاراضي، ازاي ممكن استفيد برضو من نانو تكنولوجي في يعني استصلاح الصحراء؟ نحن نرجو ان حتى ولو تجربه على 100,000 فدان على نقول دي لابحاث او هتزرع بالنانو تكنولوجي، هو بيسموها دلوقتي نانو اجريكلتشر سيستم، بيستعمل معالجه المياه بالنانو، بيستعمل مبيدات نانو، اسمده نانو، مكافحه الامراض بالنانو معايا. ده معناه يا فندم؟ معناه ان انت عندك ابحاث هتتفتح وناس هتطبق على الحقل مباشره. 10 سنين هتلاقي كل ده كله اشتغل نانو تكنولوجي فقط. يبقى معناها ان البحث العلمي طلع منتج في الاخر، ما يبقاش في مجرد ان هو قاعد بياخد رساله في الجامعه يقعد سنتين ثلاثه يكتب فيهم وبعد كده ما فيش منتج. فاحنا عايزين نقول يعني ده اقتراح انه يبقى جزء من الارض 1.5 مليون فدان اللي هي شغالين فيها، ده هيتزرع بتكنولوجيا النانو. تكنولوجيا النانو مش هيتحط فيه حاجه من العادي. ده معناه ان تطوير الابحاث في هذا المجال يبقى عندي ناس شغاله تطلع ده. المنتج نفسه يتم تقييمه. يبقى برضو عندي هيبقى عندي جهاز في الدوله او مراكز بحثيه بتقيم المنتج. دي برضو ابحاث، بحث علمي بيطلع ومنتج بيطلع في الناحيه الاخرى. خلينا نكون عمليين اكتر، يعني انا بقترح ان هو نقتحم الفيلد، يعني بلاش يعني بلاش حته الجامعه او المركز واحنا واقفين نطلع ابحاث، نجرب على الارض الواقع. اللي يدخل انا طالب فقط من 1.5 مليون اقل من 1% منهم نقول دي مش هتزرع على بالنانو تكنولوجي، هجبر كل الناس انها تشتغل في النانو تكنولوجي وتطلع لي منتج، لانه هيزرع ويطلع وكله يشتغل مع بعضه، يبقى بالشكل ده تلاقي فيه منتج، تلاقي فيه مصنع، تلاقي فيه حاجه زي دي. انما هناخد 1.5 مليون فدان ونحط برضه فيهم نفس المبيدات ونفس الاسمده ونفس، انا شايف نوفرهم الوقت يمكن يكون في حاجه يعني، لان هيتلوث. اوكي هيزرع ويطلع منتج. الدول احنا مش عارفين نصدر، يعني كميه تصديرنا بننافس بشكل او باخر، سواء لانك انت بتستورد معظم الحاجات من بره ودي غاليه فاصبح منتجك مش منافس بالسعر، علاوة على الأمان والسلامة بتاع المنتج بحد ذاته. هنا برضو لو احنا عاوزين نعمل الفكرة دي وهي الأرض الواقع وننزل للتطبيق على الأرض الواقع، هل احنا نمتلك القدرة على الإنتاج الماس برودكشن برضو؟ احنا عايزين أسمدة كتير، عايزين بدائل المبيدات بشكل كتير بإنتاجيتنا. طبعا طبعا احنا بنعمل حاجتين مهمين قوي في المجال ده. عندنا التكنولوجيا ولها أرضية موجودة ولها خبراتها، نقدر نعمل ده. طب مش عندنا بنعمل بالتعاون، بس أنا عايز أنتج في مصر، يعني ده المهم عندي. يعني احنا لما عملنا بنعمل تعاون مع في دول يعني جربت ده فعلا في الزراعه في الخارج، نقدر نتعاون معاه. ده بيطلع، بس هم عندهم حاجه، هو عايز يبيع لك المنتج بتاعه القديم لانه صرف عليه. يعني هو قعد صرف 20 سنه على منتج موبيل معين، عايز يجيب التارجت بالفلوس بتاعته، فما بيجيبلكيش الا ده، هو يستعمل عنده حاجه ويصدر لك انت هنا عندك حاجه مختلفه. طب ايه رايك انا بقول له انا هنتج عندي؟ وانا ارجو من رجال الاعمال او الناس المستثمر في هذا المجال، ارجوك بص لو فيه منتج مصري يطلع ساعده حتى انه ينمو. هو بيبقى عايز يجيب وكاله وعايز يبيعه، مش هيبقى داخل في الريسك قوي. انما الـ 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 الفكره اللي بنقولها ان يتم من توجيه رئاسي ان جزء من الارض ده بابحاث معينه، يبقى ده مش هتشتغل الا بالزراعه النظيفه، الا بالزراعه. تخيلي بقى معالجه المياه هتتم بيها، الارض نفسها يتم معالجتها بمواد نانومتريه. تخيلي مثلا على سبيل المثال بعض المنتجات اللي طالعه في اصلاح الاراضي بيسموها خزانات المياه النانومتريه، ودي فكره موجوده يعني، وبدات تبيع بعض الشركات بيجيبوا السلولوز منتجات القطن على الحاجات اللي هي القش اللي احنا بنسميه بنحرقه، بيعمل منه القش ده بيمتص مياه كتير قوي، بيصنعوه بيعملوا نانو سلولوز مركبات نانومتريه تمتص المياه فتنتفخ وتتحط في الارض، دي مدتها شهرين ودي مغذيه اصلا. السلولوز ده يعني مش ماده كيميائيه هتقعد سنين لا دي بتمتص الميه وتبقى مليانه، بتتضاف على الارض، بتحتفظ بالميه مده اطول، تسقي الميه في الاراضي الرمليه بالذات، تبقى تعمل بسميها ترتيب الارض، بتمسك الميه فيها، والنبات يلاقي كانك حاطه بالظبط حبه قطن تحت ومليتيهم ميه. الميزه في ده الماده اللي كانت صناعيه وتتباع في هذا الامر، عارفه كانوا بيجيب حاجه اسمها البوليوريثان اللي هو السفنج زي اللي احنا قاعدين عليه ده، ده بيتملي ميه، بس عارفه ده بيتخلص من الارض بعد 50 سنه.
يعني ممكن يتحلل هيبقى في بقايا منه متبقيه وكل سنه عاده تحطي منه زياده فالارض تتحول كلها مواد بعد شويه تفقد الايه. انما احنا ايه رايك بتخصبي بنفس المخلفات اللي هي بنسميها مخلفات احنا عندنا؟ لا دي بقت منتجات زراعيه. يعني حتى نظره كلمه مخلفات بقت سيئه. احنا ساعه ما كنا بنرتبط بنراسل الصين وهي اكبر بلد في زراعه الارز مثلا، انتوا بتعملوا ايه في المخلفات بتاع الرز؟ احنا ما عندناش مخلفات، اسمها منتجات الارز. يعني هم بيسموها يقولوا الزراعه ليس لها مخلفات، الزراعه الحاجه النظيفه. ما فيش نبات بيؤذي البيئه، ما فيش نبات بيعمل مخلف ليه؟ ده بيدينا. فهم باصين فيعتبر ما فيش حاجه اسمها مخلف زراعي. يعني بلاش اللفظ ده بنشتمه، يعني بنسيء للزراعه حقيقه والمنتج النباتي. لان كل ما يحصل كل منتج زراعي ليه يمكن ان يستخدم في اكثر من حاجه. احد الاستخدامات اللي بقول لحضرتك عليها دي خزانات المياه النانومتريه، كانت بتصنع من مواد عضويه ومواد سامه وتقعد في الارض اكثر من 50 سنه، دلوقتي بتتصنع من قش الرز، من القش بتاع الحطب، وتعمل في حجم النانو، وفي خلال شهر شهرين النبات بيتغذى عليها في حد ذاته في نفس الوقت. دي احد الحاجات اللي ممكن تستخدم كمان في اصلاح الاراضي. احنا النهارده بس يا دكتور حابين نطلع على التطبيقات في مجال الزراعه، لكن ان شاء الله تكون معانا في لقاءات اخرى ونشوف بقى التطبيقات في مجالات كتير احنا محتاجين لها مصر بقى في الطب والتعليم والصناعه والصحه وغيرها. حاجه اخيره نشير اليها سريعا لان الوقت انتهى. ان شاء الله يا فندم سريعا. المركز اللي بتعمل يمكن في جانب الزراعه واخد الجانب الزراعي والجانب الطبي والجانب الطاقه، لان ده احد العوامل المهمه اللي ممكن نعلم بس الطلبه بتوعنا ويبقى عندنا جيل جديد يعرف يعني ايه نانو تكنولوجي ويعرف يشتغل معاه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طاهر صلاح الدين مدير مركز بحوث النانو تكنولوجي بالجامعه البريطانيه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليكم اعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه النهارده، غدا ان شاء الله مجموعه جديده وحلقه اخرى ان شاء الله. Gracias.